فمن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء. أين مثل الصوفية في ناس يعني كثير أراهم مثلا لو كان ينظر إلى المرأة بشهوة مثلا أو يتمتع بالنظر إليها ويقول أنا أتقرب إلى الله بهذا النظر لأنني أفكر في كمال خلقة الله عز وجل وكمال صنعته ما شاء الله ما بجي عليك ما تفكر بهذا. على كل حال فيه من يقول هذا يقول أبدا ما عندي نية ولا شيء لكن إذا رأيته سبحان الله أحسن خالقي وأتفكر في كمال خلقة الله الآن ماذا يتقرب الله بماذا؟ على زعم بمعصيته. فمن ظن أن هذا قرب إلى الله فقد ظن بالله ظن السوء. نعم لا ما أفهم لأن المرجئة يقول أنه سالم